بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة الشيخ صالح إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع با ميم شين. أخونا عرضنا له قضية في حلقة مضت وبقي له بعض القضايا في هذه الحلقة، فيسأل ويقول: بما أنني لم أحضر غسلة وتكفيرها فينا ميت للآن مما يجعل معلوماتي متواضعة، فالذي يرى غير الذي يسمع ويقرأ، أرجو الشرح بإيجاز عن غسل وتكفين الميت حتى أكون على دراية بهذا الأمر الهام، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العمل على تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه هذا من أفضل الأعمال، وهو فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويبقى في حقه سنة. والسائل يسأل عن كيفية التغسيل وكيفية التكفين وما إلى ذلك مما يتعلق تجهيز الميت، جزاه الله خيرا، وهذا يدل على رغبته في الخير. أما شرح ذلك فالأولى به أن يحضر مع من يغسلون الأموات ويكفنونهم، فيعرف ذلك عن طريق العمل والمشاهدة، فإن ذلك أبلغ من التعليم بالقول. عليه أن يحضر مع من يغسل الميت ومن يكفنه ويتولى شؤونه حتى يتعلم تعلما عمليا، لكن لا مانع من وصف هذا العمل حسب ما قرره أهل العلم وفق السنة النبوية. فإن الميت أولا ينجى، معنى أنه يغسل المخرجان، مخرج البول ومخرج الغائط، بعد عصره عصرا يسيرا خفيفا، يخرج ما هو مستعد للخروج من السبيلين، ثم يلف الغاسل على يده فرقة، ثم ينجيه بأن يصب الماء ويغسل المخرجين، ويكون من وراء حائل أيضا بساتر للعورة، يدخل تحته من تحت ستارة تكون على عورة الميت، فينجيه ويصب الماء ثم يوضيه كوضوئه للصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء إلى فمه وأنفه في المضمضة والاستنشاق، وإنما يدخل أصبعه مبلولة بالماء فيمسح أسنانه، وكذلك في منخريه بدون أن يدخل الماء، يمسح داخل منخريه بأصبعه المبلولة، ثم يغسل وجهه ويديه، ثم يكمل وضوءه، ثم يغسل رأسه، يفيض الماء على رأسه. وينبغي أن يكون مع الماء شيء من المنظفات كالسدر والصابون والمنظفات، ثم يفيض الماء على جسمه ويبدأ بميامنه، يفيض الماء على جسمه الواجب مرة واحدة تعم جسمه، وإذا كرر ذلك 3 مرات كان أفضل، وإلا فالواجب أن يعمم جسمه بالماء مرة واحدة. ثم يوضع ما تيسر من الطيب على مواضع سجوده ومغابنه، ثم يلف في أكفانه، والرجل يوضع على عورته شيء ساتر، ثم تجعل الأكفان بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الأيسر على شقه الأيسر، ثم اللفافة الثانية، ثم الثالثة هكذا، ثم يعصب بالعصائب التي تحفظ الكفن عليه لئلا ينتشر، ويجعل فاضل اللفائف على رأسه وعلى قدميه، ثم يرد ويعصب بالعصائب، ثم إذا وضع في لحده تحل هذه العصائب، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.
أما المرأة فإنها تكفن بخمسة أثواب، بقميص ولفافتين، إزار وقميص ولفافتين وخمار على رأسها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شاهدت عند دخول المصلين المسجد في صلاة الفجر يقومون بصلاة ركعتين فقط، فهل هذه تعتبر صلاة الرهيبة أم تحية المسجد، أم هل تجزئ ركعتا الرهيبة عن تحية المسجد؟ وقد علمت بأن هناك ركعتين تصلى قبل الفجر كراتبة، فهل يجمع كل ذلك في ركعتين فقط؟ إذا دخل المسجد وقد طلع الفجر فإنه يكتفي بالراتبة، يكتفي بصلاة الراتبة التي قبل صلاة الفجر وتكفي عن تحية المسجد، صلي الراتبة تكفي عن تحية المسجد. أما إذا دخل المسجد مبكرا قبل طلوع الفجر فإنه يصلي تحية المسجد وما تيسر له، وإذا طلع الفجر يصلي ركعتي الفجر التي هي الراتبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر إحدى الأخوات بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: نحن جماعة من الأخوات في شهر رمضان يصلي بنا أستاذ صلاة التراويح والشفع والوتر وعدد ركعات التراويح 8 ركعات، ثم نقوم بعد ذلك نحن بمفردنا عند منتصف الليل ونصلي حتى الفجر، فهل هذا صحيح، علما بأن أننا نصلي من المصحف جماعة؟ جزاكم الله خيرا. أيضا وجهونا عن عدد ركعات التراويح التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكيفية إذا تكرمتم بذلك، وهل ما يتعلق بهذه الصلاة وكل ما يتعلق بهذه الصلاة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صلاة التراويح ليس لعدد ركعاتها حد محدود، ولكن الذي جرى عليه العمل عند العلماء فيه اختلاف بينهم، فمنهم من يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة تكون 8 ركعات منها تراويح و3 ركعات تكون وترا، هذا إذا صلى 11، وإن صلى 13 فتكون 10 ركعات منها تراويح يصليها مثنى مثنى و3 ركعات تكون وترا فيكون المجموع 13، وهذا يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكن الصحابة كانوا يصلون التراويح، منهم من يصلي 23، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، والذي كان يفعل في عهد عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون التراويح خلف إمام واحد جمعهم عليه عمر رضي الله عنه، فكان يصلي بهم 23 ركعة، 20 ركعة تراويح مثنى مثنى و3 ركعات هذه وتر، وإن زاد أو نقص فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي إذا كان يطيل الصلاة أن يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإن كان يخفف الصلاة فإنه يكثر من عدد الركعات، والحد المحدود ليس عليه دليل من السنة، وإنما هذا يرجع إلى نوعية الصلاة طولا وقصرا كما ذكرنا، وأي عدد صلى به أجزأ إن شاء الله وكفى، لكن مع إتقان الصلاة وإتقان القراءة والطمأنينة فيها ومراعاة أحوال المأمومين خلفه فلا يشق عليهم بالتطويل ولا يخفف تخفيفا يمنعهم من الإتيان بالواجب الصلاة، وإنما يتوسط. وإذا صلى الإنسان التراويح في أول الليل وختم بالوتر مع الإمام فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا أراد أن يتهجد من آخر الليل فلا مانع من ذلك، بل هذا فيه زيادة خير، يقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر إلى أن يطلع الفجر، ويكتفي بالوتر الأول الذي أوتره في صلاة التراويح مع الإمام، ويصلي في آخر الليل ما تيسر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونهن يؤخرنا الوتر إلى وقت آخر ولا يوترنا مع الإمام، هل من توجيه في هذا الشخص؟ هذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يوتروا مع الإمام وأن يتابعوا الإمام ليحصلوا على الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان الجماعة نساء والإمام رجل، هل من توجيه حول هذا الشخص؟ لا مانع من ذلك أن يصلي النساء خلف الرجل، ولكن مع
التحفظ والستر الكامل. نعم جزاكم الله خيرا. كونهن يصلين من المصحف كما يقول لا بأس بذلك، إذا كنا لا يحفظنا القرآن نعم فلا مانع أن يقرأ من المصحف الصلاة. نعم الكيفية، تسأل عن كيفية صلاة التراويح ولو بإيجاز جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا طيب يصليها مثنى مثنى ثم يختم بالوتر، يختم بثلاث ركعات تكون وترا. نعم يصلي منها ركعتين ويسلم ثم يقوم للثالثة ويصليها، وإن قنت بعد الركوع فلا بأس بذلك. الحمد لله الحمد لله. نعم. ماذا تعني كلمة قيام الليل وعلى ماذا تشتمل، وهل هي الصلاة فقط؟ قيام الليل هو في الصلاة فقط، لا يسمى قياما إلا إذا كان في الصلاة فقط. أما من جلس يذكر الله نعم فلا يقال إنه قام الليل، أو جلس يقرأ القرآن فلا يقال إنه قام الليل، ولكن يكتب له أجر القراءة وأجر التلاوة، ولكن كونه يصلي ويتهجد أفضل أفضل له من مجرد الذكر أو مجرد التلاوة بدون صلاة. تهجد في الليل وصلاة الليل هذا هو قيام الليل. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل هذه يرجع فيها إلى الأطباء طيب. الذين يقررونها ويعرفونها طيب. ويعرفون سلبياتها وإيجابياتها طيب. وإذا احتاجت المرأة إلى أخذ منع إذا أخذ حبوب لمنع الحمل لأن الحمل يضرها أو يضر طفلها الذي ترضعه وتريد أن تؤخر الحمل إلى فترة أخرى هذا يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. أما منع الحمل منعا مطلقا قطع الحمل فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان الحمل يقضي على حياتها أو يخشى منه القضاء على حياتها فلا بأس أن تأخذ ما يقطع الحمل. نعم جزاكم الله خيرا. وعلى كل حال هذا يرجع فيه إلى الأطباء. طيب نعم. طيب إذا ما أخذتها المرأة بقصد صيام رمضان كاملا أو بقصد التمكن من الحج أو العمرة هل من توجيه صالح؟ هذا يجوز لكن تركه أحسن لأن له مضاعفات على صحتها. نعم فتركه أحسن، وإن فعلته فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية في الفرض؟ لا مانع من ذلك إذا لم يسمعها رجل أجنبي، إذا لم يسمعها رجل من غير محارمها فلا بأس أن تجهر بالليل صلاة الفريضة أو صلاة القيام إن شاء الله. نعم. هل يمكنني المبيت عند أختي لي في بيتها؟ لا مانع من ذلك أن تبيت عند أختها في بيتها، إنما الممنوع الخلوة أن تخلو مع رجل ليس من محارمها. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ لا بأس به إلا أن المداومة عليه لا تنبغي، فإذا فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك لورود بعض الأحاديث في ذلك وإن كانت ضعيفة. نعم ولكن بعضها يشد بعضا اللهم صل، فإذا فعل ذلك بعض الأحيان فلا مانع. جزاكم الله خيرا. نعم. كوني أصوم مع بلد آخر قبل بلدي في شهر رمضان. الإنسان يصوم، المسلم يصوم مع أهل مع المسلمين في بلده. المسلم يصوم مع المسلمين في بلده لا يتقدم عليهم ولا يتأخر عنهم. نعم. ما حكم إجراء الأشياء التالية في شهر رمضان؟ الحنة على الرأس. لا مانع من ذلك، لا مانع من الصائمة أن تضع الحنة على رأسها أو في يديها. نعم. طيب الحقنة للصائمة. الحقنة تفطر الصائم لأنها تدخل إلى الجو، حقنة يعني في الجوف تفطر الصائم. نعم. القي أجلكم الله. القي إذا تعمده واستدعاه فإنه يبطل صيامه وما يسمى بالاستفراغ. نعم. أما إذا غلبه خرج بغير اختياره فإنه لا حرج عليه في ذلك وصيامه صحيح. نعم. انتزاع الضرس. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى انتزاع الضرس وهو صائم فلا بأس من انتزاعه، ولكن يتحرز من ابتلاع شيء ويصاحب خلع الضرس، يتحرز من ذلك. وإذا ذهب إلى حلقه شيء من غير اختيار فلا حرج عليه. صلاة الحاجة هل كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدعاء الوارد فيها؟ لا نعلم صلاة الحاجة وليس لها أصل، ليس هناك شيء يقال له صلاة الحاجة، إنما الوارد صلاة الاستخارة. إذا أشكل على الإنسان أمر هل يمضي فيها أو لا يمضي نعم. فإنه يصلي صلاة الاستخارة، يعني يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتكتب ولا أقدر وأنت علام الغيوب، ثم يقول: اللهم إن كان في هذا الأمر خيرا لي ويسميه فيسره لي
وإن كان فيه شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أختنا من الجزائر، سنعود إلى بقية رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يعمل في جدة، يقول عين عين ألف سوداني، يسأل ويقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هل هذا حديث صحيح؟ لا يصل إلى درجة الصحيح، هو لا يصل إلى درجة الصحيح، لكنه حديث حسن كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإنه أورد هذا الحديث وأثنى عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا دخلت المسجد فلم أجد مكانا في الصف الأول وكنت منفردا، فهل أقف خلفهم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا دخلت والصف قد اكتمل حاول أن توجد لك فرجة فيه، فإن أمكن فادخل في الصف أو عن يمين الإمام إذا أمكن، فإذا لم يمكن لا فرجة في الصف ولا الدخول عن يمين الإمام فإنك تنتظر حتى يدخل أحد فيصف معك، ولا تصف وحدك خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لفذ خلف الصف أو لفرد خلف الصف. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فالواجب أن تنتظر حتى يدخل من يصف معك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. هذه رسالة بعث بها المستمع خضر سين عين، يسأل ويقول: يحدث خصام شديد بين أبي وأمي، كيف أصلح بينهما؟ وإذا لم يستجيبا فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع من الإصلاح بينهما وتسوية النزاع بينهما، ولو كلفك هذا شيء من المال فإنك مأجور على ذلك. الإصلاح إصلاح ذات البين مطلوب بين المسلمين عموما، فكيف بإصلاح ذات البين بين الوالدين أو الأقارب؟ هذا من باب أولى وأجره أعظم، فحاول جزاك الله خيرا أن تصلح بين والديك وأن تذهب ما بينهما من الشقاق والنزاع، وأنت مأجور على ذلك. فإذا فعلت ما تستطيع وقمت بالمحاولات ولم يحصل المطلوب فقد أديت ما عليك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع وليد خالد من سوريا بعث يسأل ويقول: نرجو النصيحة فيما يحفظ ديني ويقربني إلى الله، ولا سيما وأني في سن الشباب المتقلب. نوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى والخوف من عقابه، مع رجاء ثوابه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وعليك أيضا المحافظة على الصلاة مع الجماعة، لأن من حافظ على الصلاة حافظ على بقية دينه، وأن الله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. المحافظة على الصلاة تعينك على المحافظة على دينك. نوصيك أيضا بالزواج إذا لم تكن قد تزوجت، فإنك تحرص على أن تتزوج، لأن هذا مما يعينك على حفظ عرضك وحفظ دينك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نوصيك أيضا بمصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار، لأن مصاحبة الأخيار تفيدك محبة للخير ورغبة فيه وعملا للطاعة واقتداء بالأخيار، ومصاحبة الأشرار على النقيض من ذلك. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الطيب بحامل المسك لا تفقد الفائدة منه، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك من المسك وإما أن تجد رائحة طيبة وقت جلوسك إليه. وشبه الجليس السيء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة وقت جلوسك عنده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: الحائرة المعذبة سين ميم عين، مقيمة في الرياض. أختنا رسالتها مطولة كثيرا، تقول فيها: أنا سيدة متزوجة والحمد لله أدي واجبات الله، ولكن متزوجة من رجل له زوجة أخرى وأولاد، وظل فترة
زواجي منه وهي ما تقارب 6 سنوات حرمني من الإنجاب، وقد حملت أكثر من مرة ويصر على أن أنزل هذا الجنين، وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح إلى أن تقول إنه لا يعدل بينها وبين ضرتها في النفقة والعشرة وحسن الأخلاق، وترجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. أما أنه يلزمك بإسقاط الحمل والإجهاض هذا منكر ومعصية لله ورسوله، لا يجوز لك موافقته عليه، فإسقاط الحمل وإجهاضه من غير ضرورة ومن غير حكم شرعي بالجواز هذا لا يجوز، معصية لله ولرسوله، لأن الإنجاب مطلوب والحمل له حرمة وله قيمة، لا يجوز الاعتداء عليه والفرار منه. وإذا أمرك بهذا فلا تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما أنه يميل مع ضرتك ويسيء إليك فلا يجوز منه هذا العمل، الواجب العدل. قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. الواجب عليه أن يتقي الله، وعلى غيره من الأزواج أن يتقوا الله في نسائهم وأن يعدلوا بينهن كما أمر الله سبحانه وتعالى ذلك وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ الشيخ صالح في رسالتها أنه تصف هذا الرجل بأنه لا يصلي ولا يزكي، وحينئذ تستشيركم وفقكم الله. إذا كان لا يصلي بمعنى أنه يترك الصلاة نهائيا لا يصلي أبدا فلا يجوز لها البقاء معه، بل يجب عليها طلب الفراق، طلب الفراق، لأنه لا يجوز لها أن تقيم مع رجل لا يصلي، لأن تارك الصلاة متعمدا يكون كافرا، والمسلمة لا تبقى مع الكافر بل تطلب الفراق منه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.